السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. طلاب المرحلة الثانية قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة واسط. محاضرتنا اليوم اللي هي المحاضرة العاشرة على موضوع التضليع. احنا لحد الآن أخذنا موضوع الثيودرايت، أخذنا موضوع الزوايا، قياس الزوايا، قياس الزوايا الشاقولية، عملي يوم الأربعاء، يعني وقت تسجيل المحاضرة يختلف. عملي يوم الأربعاء اللي هو يوم اثنين، يوم الأربعاء الجاي راح تشتغلون بالعملي، راح تاخذون مضلع مغلق وراح تقيسون الزوايا مالته وراح تشوفون خطأ الإغلاق مال الزوايا الداخلية ايش قد. هاي المحاضرة هي تكمل المحاضرات السابقة اللي هي بالبداية حكينا على موضوع جمع الزوايا وشون انه الواحد درجة تساوي لي 60 دقيقة، الواحد دقيقة تساوي لي 60 ثانية، شلون نجمع الزوايا، شلون نطرح الزوايا. شغلة جدا مهمة انه موضوع التضليع، موضوع الزوايا هو اشبه بموضوع الليفل والقراءات على المصدر اللي اشتغلنا بها قبل، فهي لا تخلو من موضوع الاخطاء. يعني اكو اخطاء راح تشوفوها من راح تشتغلونها عملي، يعني انا متقصد انه الموضوع يصير عملي وتشوفون الاخطاء انتم، يعني ورا ما ترصدون انه المضلع ما راح يقفل، يعني المثلث مجموع الزوايا مالته مو 180، مجموع الزوايا مالته راح يصير بها مقدار خطأ حسب دقة الراصد ودقة الأجهزة المستخدمة. شرحنا على موضوع الزوايا، هسه راح شوية نتطرق على موضوع تصحيح الزوايا. فموضوع تصحيح الزوايا هو ضمن موضوع التضليع. عملية التضليع هي إحدى عمليات المسح التي يتم فيها قياس عدد من الزوايا تربط أضلاع المضلع، وبعدين يتم قياس أطوال للحصول. يعني إحنا كل الشغل إنه ليش موضوع الزوايا وليش موضوع الأطوال، كل القصد من عندها حتى نحصل على إحداثيات النقطة. يعني بموضوع الليفل كنا نشتغل ونسوي قياسات ونسوي كذا على مود نحصل المنسوب المصحح لنقطة معينة أو لمجموعة نقاط. بموضوع التضليع، يعني اللي هو موضوع يشمل الثيودلايت ويشمل التوتال ستيشن، كل الشغل هو يعني منصب على الحصول على إحداثي للنقطة. والموضوع ينطبق ايضا على موضوع الجي ان اس اس، جلوبال نافيجيشن ساتلايت سيستمز، يعني اللي من ضمنها الجي بي اس. يعني مدار عمله اهم شيء انه احنا كمستخدمين انه نحصل على احداثيات النقطه، لانه انا من هاي الاحداثيات مال النقاط اقدر احسب اطوال، اقدر احسب مسافات، اقدر احسب فروق ارتفاعات بين النقاط، اقدر اسقط من عندها ابنيه، اقدر اسقط من عندها شوارع، اقدر اسقط من عندها مجمعات سكنيه. فالهدف من الشغل، اغلب الشغل هو الحصول على احداث النقطه، او اذا موضوع تسويه فالحصول على مناسيب مصححه للنقاط. فهو موضوع التضليع يستفاد من عنده عده اغراض، يعني تشمل المسح الكاد استرائي، المسح الطوبوغرافي، هذه مشروحه موجوده يمكم، يعني ما يحتاج انه يعني اقراها واعيدها، المسح الانشائي والمسح التصويري. نجي الى انواع المضلعات اللي موجوده. طبعا انواع المضلعات، انتم شغل يوم الاربعاء ان شاء الله راح تشتغلوا بالمضلع المغلق. فانواع المضلعات تنقسم الى مضلعات مغلقه ومضلعات رابطه او مفتوحه. فالمضلع المغلق انه انت راح تبدي من نقطه وراح تقفل على نفس النقطة اللي بديت من عندها، أشبه بموضوع التسوية. من بديته من بنج مارك 5 وصلت لحد الورش ورجعت قفلت على بنج مارك رقم 5، هذا هو المضلع المغلق. المضلع المفتوح هو أشبه بالبروفايل اللي اشتغلته من بديته من بنج مارك 5 ووصلت إلى مقابل كلية العلوم على مود ترصدون تاخذون قراءات الباك سايد والفور سايد وتطلعون مناسيب النقاط، وعلى اساسها رسمت البروفايلات اللي موجوده. فهذا عندنا مثال اللي هو المضلع المغلق مرصوده بالزوايا الداخليه بالنسبه للنقاط،
يعني عفوا بالنسبة للمضلع. ويعني هذا المثال هسه تقدرون انه انتم تشيكوه، يعني تحاولون تجمعون الزوايا، تطرحون الزوايا، اعتقد اشتغلتوا بهم. يعني المفروض هسه قسم من الطلاب هسه سلموا تقاريرهم، فان شيكت انه هم مشتغلين موضوع جمعهن وطرحهن. اما المضلع الرابط فهو يبدي من نقطة معلومة وينتهي بنقطة معلومة اخرى، يعني مثل هذا المضلع يبدي من نقطة A وينتهي في نقطة E، والزوايا اللي موجودة هي مرصودة بيناتهم. أكو مضلع مفتوح اللي هو يتكون من سلسلة من الخطوط، هذا يعني يبدي من نقطة بداية و يعني يبقى مفتوح، يعني أنت راح تأخذ لك فد 10 15 20 نقطة، راح تبدي ترصد الزوايا وترصد الأطوال بالنسبة لهم حتى تحسب منسوب، حتى تحسب عفوا إحداثي آخر نقطة. هذا مثال على المضلع المفتوح، هو طبعا نفس المثال اللي فوق، بس الفرق انه انت نقطة اي اذا تنتبهون عليها هنا بهذا المثال، نقطة اي انا مخلي عليها علامة المثلث. علامة المثلث تعني انه هي بنج مارك، حالها حال بنج مارك رقم 5 اللي بديته من عندها، اللي هي هاي من صححها، هذه منسوبها صحيح، فهذه احداثيها صحيح، هاي النقطة نقطة اي. هنا بهذا المضلع المفتوح الثاني هو نفس الزوايا اللي مرصودة، نفس الزوايا اللي مرصودة، الفرق انه اني نقطة اي هي صايرة نقطة حالها من حال نقطة دي ونقطة سي ونقطة بي، فالاحداث مال نقطة اي اذا تحسبت انا ما راح اعرف انه هذا غلط لو صح. فحسابات التضليع، عندنا موضوع القفل الزاوي. القفل الزاوي اذا تذكرون بموضوع المناسيب، بموضوع الليفل، انا دائما استشهد بالليفل لانه انتم هسه المفروض وصلتوا الى مرحله هضمتوا موضوع الليفل وموضوع التسويه، فيعني من يعني استشهد بيها، اتوقع انه هي توصل المعلومه بالنسبه لكم اسرع. فالقفل الزاوي اشبه يعني بموضوع التسويه، من احنا كنا نبدا من بنج مارك رقم 5 ونقفل على بنج مارك رقم 5، يعني بنج مارك رقم 5 المنسوب مالتها معلوم، راح تروح انت تحسب، راح تحسب المناسيب اللي بالطريق، وبعدين ترجع تقفل على بنج مارك رقم 5 حتى تحسب المنسوب المحسوب البنج مارك رقم 5، وبعدين تطلع الفرق بين البنج مارك الحقيقي اللي هو موجود بالسؤال وبين البنج مارك اللي انت حسبته. فش راح يطلع عندك اذا تتذكر؟ راح يطلع عندك الكلوجر ايرور. نفس الموضوع هنا راح يصير بالنسبه للموضوع القفل الزاوي. احنا حكينا بديك المحاضره، محاضره رقم 9 ومحاضره رقم 8، انه المضلع المغلق المجموع النظري للزوايا الداخليه مالته هو ان ناقص 2 في 180، المجموع النظري. اما المجموع النظري للزوايا الخارجيه فراح يصير ان زائد 2 مضروبه في 180. انتبهوا لان ناقص 2 هي بين القوسين، يعني انت لو ما خليت ذني القوسين واشتغلت بالحاسبه مالتك في بدايه حلك لسؤال او مثال، يعني بالبدايه غلطان، بدل ما ان ناقص 2 بين القوسين مضروبه في 180 فراح يصير ان ناقص 2 في 180، راح يصير يعني ان ناقصا 2 في 180 360. يعني شكو حل عندك، شكو رقم هو غلط مو خطأ، غلط. يعني إذا سؤال فهو سؤال كامل راح من عندك، إذا تقرير فهو تقرير كامل راح من عندك، إذا كويز فهو كويز كامل راح من عندك. ضروري إنه تنتبه على موضوع الإشارات اللي بين الأقواس، صح راح تقول يا بنعرفهن، بس أكو أنا مر علي تقارير هواية ومر علي دفاتر امتحانية هواية، ولاقي هواي طلاب غلطانين في بداية السؤال، يعني غلطانين هذا الخط الغلط انه هو يعني معبر الإشارة على الأقواس. أما بالنسبة للمضلع الرابط فهمتين عندنا إلى قانون انه هو مجموع الزوايا النظرية إلى اليمين تساوي لآخر أزيموث موجود ناقصا أول أزيموث موجود زائدا أن مضروبة في 180. طبعا مو ذاك التركيز القوي راح يصير على موضوع المضلع الرابط المفتوح، يعني
اهم تركيزي يصير يعني الان بالنسبه لي احكي على المضلع المغلق، لانه المضلع المغلق يعني انت من تريد تسقط بنايه راح تخليها بداخل مضلع، من تريد تسقط لك يعني ما راح تسوي لها مضلع مفتوح، انت راح تشتغل بالمضلع المغلق اغلب الاحيان. المضلع المفتوح يعني تطبيقاته اقل 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 بهوايه. فبما انه زوايا المضلعات تكون مرصوده بالتالي فانها عرضه للاخطاء، هاي حالها حال موضوع التسويه، انه القراءات اللي موجوده سواء خلل بالجهاز، يعني مو خلل عطل بالجهاز وانما قدره الجهاز، او القراءات بالنسبه للراصد اللي راح يرصد، فلازم اكو خطأ يعني مقدار للخطا انه يكون مقبول ومرفوض. فمقدار الخطا اذا كان ضمن الدقه المسموحه اكو فد قانون متفق عليه انه سي تساوي لي بلس اور ماينس كي مضروبه في جذر ان. الان هو عدد الزوايا اللي موجوده بالمضلع، والكي هو ثابت يعتمد على الليفل اوف اكيورسي المطلوب. بالنسبه للمشاريع الهندسيه يعتمدون مقدار الثابت كي تساوي 30 ثانيه. طبعا هذا حسب دقه الاجهزه اللي موجوده وحسب يعني كبر المضلع اللي انت راح تشتغل عليه، يعني وبي تصنيف درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه وكذا وكذا وكذا. انا ما اريد ادخل بهاي التفاصيل، يعني انا اريد يعني احيطك علم واخليك متمكن من انه انت تحسب الازيموث، تحسب البيرنج، تحسب الاحداثي مال النقطه المحسوب. ذني الشغلات اللي انا بالنسبه لي جدا مهمه. فإذا كان مقدار الخطأ ضمن الدقة ضمن حدود الدقة المطلوبة، يصار لها توزيع ذلك الخطأ بالتساوي على جميع الزوايا والحصول على المجموع النظري بالزوايا. عندنا مثال اللي هو مضلع مغلق تمت قياس زواياه الداخلية بواسطة جهاز الثيودولايت. طبعا هذا راح يكون مشابه لمن للمثال اللي انتم راح تشتغلون عليه، يعني راح تشتغلون عليه يوم الأربعاء المفروض. فالمطلوب تحديد مقدار خطأ القفل الزاوي لذلك المضلع وتصحيح تلك الزوايا. فإحنا من هذا المثال المطلوب من عندنا إنه فقط نحسب مقدار خطأ الإغلاق حاليا هسه، بس بعدين راح لا الموضوع شوية راح يتطور إلى أنه نحسب اتجاهات الأضلاع اللي موجودة. فهذه طبعا ملاحظات جدا نخليها ويحتاج أنه تنمسح، هي مو ملاحظات وإنما هو تدقيق قبل الفيديو. فشنو اللي أنا أريده بهذا المثال؟ بهذا المثال المطلوب أنا موجود عندي الزوايا، نعطيني زاوية A B C D E. انتبهوا أنه هذه الزوايا هي درجة دقيقة ثانية، ضروري جدا حكيتها بديش المحاضرة وراح أرجع أحكيها هسه مرة أخرى. حاول انه يعني تجمع وتطرح زوايا داخليه، وراح احاول انه انزل لكم امثله اضافيه مستقله عن المحاضرات على موضوع الزوايا وموضوع المضلعات. وحاول انه تستخدم حاسبتك انت، لانه بيوم الامتحان وهذه يعني صايره قدامي، بيوم الامتحان يعني طالب ينسى حاسبته اللي هو متعود عليه ويروح يستخدم حاسبة ثانية، وما شاء الله أنواع الحاسبات اللي موجودة تختلف، فيغلط ويروح عليه يعني ثلاثة أرباع درجة الامتحان هيك. فضروري إنه أنت تستخدم حاسبتك أنت اللي أنت متعود عليها وتعرف لها. فهسه أنا شنو اللي موجود عندي؟ موجود عندي A B C D E F E بدون F. عدد الزوايا هي 1 2 3 4 5، عدد الزوايا هن 5 زوايا مطلوبات من عندي، او بالاحرى هن اللي شكلن هذا المضلع. اول شيء اسويه
انه انا لازم احسب المجموع النظري لمن لهذا المضلع. ايش قد المفروض المجموع النظري؟ المجموع النظري المفروض يصير 5 ناقص 2 مضروبه في 180، فراح يصير 3 ناقص 2 عفوا 5 ناقص 2 هي 3 مضروبه في 180، ف 300 و3 في 80 240، 540 درجه، 00 دقيقه، 00 ثانيه. هذا هو مقدار المجموع النظري لمن للزوايا الداخليه اللي موجوده بهذا المثال. بعدين شنو اللي اسويه؟ هو شنو اللي مطلوب من عندي اصلا بالمثال؟ مطلوب تمقياس الزوايا الداخليه، المطلوب تحديد مقدار خطا القفل الزاوي لذلك المضلع. شنو اللي لازم اسويه؟ لازم احسب السميشن اوف الميجرد انجلز مشابه لمن للمجموع المحسوب بالموضوع التسويه اللي كنتوا تشتغلون عليه، الفرق بين المنسوب الحقيقي والمنسوب المحسوب. هنا عندنا المجموع النظري والمجموع المحسوب. فالمجموع النظري ايش راح يساوي؟ راح يساوي لي زاويه A زائدا زاويه B زائدا زاويه C زائدا زاويه D زائدا زاويه A. هذا المثال حاولوا انه انتم تحلوه، وحاول انه تدقق الارقام اللي موجوده، وحاول انه تعتمد على نفسك تحله، لانه اي غلطه بسيطه هنا مثلا او بالدي مثلا كل شيء وراها يعني ما راح المضلع ما راح يقفل اصلا. فالمجموع المحسوب ايش قد طلع عندي؟ المجموع النظري هسه طلع عندي 540، المجموع المحسوب طلع عندي 540 درجة واحد دقيقة وخمسة ثانية. فمقدار خطأ الإغلاق شو يساوي لخمسمية وأربعين درجة صفر صفر دقيقة صفر صفر ثانية ناقص خمسمية وأربعين درجة واحد دقيقة وخمسة ثانية؟ راح يطلع عندي سالب واحد دقيقة وخمسة ثانية. هذا إذا أريد أحوله بالثواني، الخمسة هي خمس ثواني، الواحد دقيقة هي 60 ثانية، فراح يصير 65 ثانية. هسه أنا إذا أباوع على 65 ثانية وعدد الزوايا 5، فراح أقدر أحسب مقدار، يعني أنا لازم هذا الخطأ أوزعه على عدد الزوايا اللي موجودة عندي. فشنو اللي راح أسوي؟ راح أباوع إنه المجموع المقيس هو أقل، هو أعلى عفوا من المجموع النظري، ولذلك الناتج طلع عندي سالب. بمعنى لازم أطرح من مجموعهن واحد دقيقة وخمسة ثانية من المجموع مالتهن. أنتم يعني بموضوع المساحة المستوية وضمن منهجكم راح نتعامل ويا الزوايا اللي موجودة على أنه على أساس ضمن وزن واحد، يعني ما راح نتعامل بموضوع الأوزان. يعني لو تخصصكم مساحة، لا، هاي الزاوية راح يصير وزنها شكل، تأخذ مقدار تصحيح حلقة هاي الزاوية، راح يصير وزنها شكل، تأخذ مقدار تصحيح حلقة هاي الزاوية، راح يصير وزنها شكل، تأخذ مقدار تصحيح. أنتم بالنسبة لمنهجكم أنه تعامل هذه الزوايا بنفس الوزن، فبما انه تعامل بنفس الوزن، هذا مقدار خطا الاغلاق اقسمه على شقد؟ على عدد الزوايا على ان، حتى اطلع مقدار التصحيح لكل زاويه شقد. فانا 65 ثانيه، الواحد دقيقه 5 ثانيه هي 65 ثانيه، اقسمها على ان اللي هي شقد 5، فشقد راح يصير؟ راح يصير 13، لا تنسون الاشاره السالبه، 13 ثانية. لازم أطرح 13 ثانية من كل زاوية من الزوايا الخمسة اللي موجودة في هذا المثال، حتى أقدر أقول أنه هذه الزوايا المصححة. فالزاوية المصححة إيش راح تساوي؟ تساوي الزاوية المقيسة زائد جمع جبري هنا، زائد يعني زائد شقد مقدار التصحيح هو ناقص 13. فهذه الزوايا اللي هي A و B و C و D اللي هو احنا هسه المجموع المقيس مالتهن ايش قد ساوى لي؟ ساوى لي 540 درجة واحد دقيقة خمسة ثانية،
مقدار التصحيح راح اعطي سالب 13 سالب 13 سالب 13 سالب 13 سالب 13. ذني اذا اجمعهم بالحاسبه تعطيني دقيقه، بالحاسبه راح تطلع عندكم 0 0 درجه، 0 1 دقيقه، 0 5 ثانيه. جمع جبري راح تطلع عندي الزوايا المصححة. طبعا هذا يعني هذا المثال ينطبق ايضا يعني بهالطريقة انت راح تحل التقرير اللي راح تشتغله يوم الاربعاء. طبعا هذا الشكل يعني اتوقع انه يجيك شكل ب6 نقاط، شكل ب3 نقاط، شكل ب5 نقاط. مجرد انه انت تغير هاي الزاوية فقط كل شيء راح يتغير عندك. ضروري انه تنتبه. الموضوع الاخر اللي نريد نحكي عليه انه موضوع حساب الاتجاهات. موضوع حساب الاتجاهات احنا نفس هذا الشكل، المثال اللي موجود نفس هذا الشكل، يعني هو نفس المثال، الفرق انه راح ينطيني اتجاه من الاتجاهات ويقول لي احسب لي الاتجاهات الباقية مال الأضلاع. طبعا أنا أحتاج الاتجاهات الباقية مال الأضلاع وأحتاج الأطوال مال الأضلاع أيضا، حتى شنو؟ حتى أقدر أحسب من هاي الأطوال مال الأضلاع وهاي الاتجاهات أقدر أحسب الإحداثيات مال النقاط إذا أنطاني إحداثي مال نقطة معينة. فبالمثال السابق إذا كان اتجاه الضلع أي دبليو كما في الرسم أدنى يساوي لي اتجاه الضلع اي دبليو، منطيني هذا الاتجاه، عفوا منطيني هذا الاتجاه معلوم، هذا الاتجاه مال اي دبليو يعني الاتجاه منه يعني الاتجاه من النورث هذا معلوم، يعني هذا ين 234 درجة والتكملة مالته، وكانت الزاوية المقيسة إلى اليمين 151 درجة 52 دقيقة 24 ثانية اللي هي WAE. فال 151 درجة اللي موجودة هي هاي، شنو المطلوب؟ المطلوب حساب الاتجاهات بالنسبة لكل الأضلاع الموجودة. طبعا الزوايا موجودة، بس أي زوايا اللي لازم نستخدمها؟ لازم نستخدم الزوايا المصححة، الزوايا المقيسة لحد دخولها بالقانون، لحد ما دخلت هنا بالقانون حسبت مقدار التصحيح، كل شيء راح أشتغل عليه بعد هو من الزوايا المصححة، هذني كأنما بعد ما موجودات ما لي علاقة بهم. فالزوايا المصححة مال زاوية A و B و C و D و E. بالمناسبة هذا المضلع هو عكس عقرب الساعة، بس ممكن انه يجيكم مضلع هو A B، يعني A B B هنا C D E حسب، ذاك راح يكون هو مع عقرب الساعة. انت راح تقول انا ايش اتبع، يعني بالمناسبة اذا حليت اي اي الازيموث مالتها يختلف عن منسوب اي اي، فانت تتبع يا اما الحروف يا اما الارقام اللي موجودة التسلسل مالتهم، هو هذا راح يكون اتجاه عملك اللي انت لازم تحل به الاتجاهات المطلوبة. فهسه عندي شنو؟ عندي هذا الاتجاه معلوم قلنا مال اي دبليو، وعندي الاتجاه وعندي الزاوية اللي هي دبليو اي اي معلومة، وعندي الزوايا الداخلية معلومة. فمن هاي الزوايا راح اقوم امشي احسب الاتجاهات مال الاضلاع الباقية. طبعا انا هسه حتى ابدي احل، اول شيء احل يعني حتى ابدي احل يحتاج إذا تتذكرون علامة الزائد المنقطة اللي هي الساوث، هذه النورث هو موجودة،
وهذه الايست وهذه الويست. هسه انا الرد يعني اشوف انه هاني يا زاويه اللي انا مطلوبه من عندي اتجاه الضلع اي بي وين؟ اتجاه الضلع اي بي هو هاي الزاويه. اتجاه الضلع اي بي، شنو المعلوم عندي؟ المعلوم عندي اتجاه الضلع اي دبليو اللي هو 234، ومعلوم عندي هذه الزاويه. هاي الزاويه همتين معلومه عندي، ايش قد مقدار هاي الزاويه؟ 151. فاول شيء ابدي بيه لازم اطلع اتجاه الضلع اي بي من هاي الاتجاهات، من هاي المعلومات اللي موجوده عندي. فحتى اطلع هاي الزاويه، هاي بالمناسبه الحل لكل نقطه، لازم انت بكل نقطه توقف وتقعد تحل، والحل لكل يعني مرات اكو حليا للنقطه، يعني هو مو شرط انه بس اللي انا راح احكيه هسه هو صحيح، يعني هو الحل الوحيد. يعني مرات انت تحل حل بس الشرط اللي موجود انه يطلع نفس الناتج، يعني لانه انت راح ترسم وتقول انا اريد احسب هاي الزاويه، شلون احسبها من هاي؟ فواحد راح يحسبها منا، واحد راح يحسبها منا، واحد راح يحسبها منا. شلون ما تريد تحسبها احسبها، ما مقيدك الطريقه، لان هو ماكو طريقه. اكو طرق موجوده يجوز بالمعهد انه يعني تحفظ هذه زائد هذه ناقص هذه وتطرح منها، من ابسط طريقه واسرع طريقه انه انت ترسم النقطه. يعني ترسم النقطه تنزل عليها المحاور، تنزل عليها المعلومات اللي موجوده وتحاول تحلها. فهسه عندي هاي الزاويه اللي هي دبليو اي اي، هذه معلومه، وهذا الاتجاه هو اللي مطلوب من عندي احسبه، واتجاه الضلع اي دبليو معلوم اللي هو 234 17 دقيقه 18 ثانيه. فهسه انا اذا جمعت، ها عفوا، هذه الزاويه ايضا معلومه عندي اللي هي زاويه اي، هذه الزاوية أيضا معلومة. هاي الزاوية أيضا معلومة. شنو شلون راح أقدر أحسب الأزيموث مالمن؟ أزيموث مال أي بي. الازيموث اي بي راح اجي اول مره عليه من هذا الباقي، يعني عندي الازيموث مال من مال اي دبليو، هذا المتبقي لهنا، هذا المتبقي، هذا شلون اقدر استخرجه؟ نغير اللون مالته، هذا المتبقي، هذا شلون اقدر استخرجه؟ هذا المتبقي شو يساوي لي؟ يساوي لي 360، هذا المتبقي يساوي لنا 360 درجة ناقصا الازيموث مال اي دبليو. اذا صار هذا معلوم عندي، هذا المتبقي، شو اقدر احسب من عنده؟ هذا المتبقي اذا طرحته من هاي الزاويه، من زاويه دبليو اي اي اللي هي هاي، اذا طرحت من عند الزاويه عفوا، او لا طرحته من الزاويه لان هو اقل من الزاويه، شنو اللي راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي هذه اللي هو اتجاه الضلع اي اي. اذا جمعت لها هاي الزاويه، هاي الزاوية، راح يطلع عندي اتجاه الضلع اي بي. يعني الازيموث مال اي بي شو يساوي لي؟ يساوي لي الزاوية دبليو دبليو عفوا، يساوي لي الزاوية دبليو اي اي ناقصا
افتح قوس 360 درجة ناقصا الأزيموث مال أي دبليو. خلي ببالك هذا القوس وخلي ببالك هذه علامة السالب، راح تطلع عندك ان هاي الزاوية الفوق راح تطلع عندي هاي الزاوية. ايش لازم اضيف لها؟ زائدا زاوية اي، راح يطلع عندي الازيموث مال من؟ مال اي بي. طبعا انت لازم تطبقها بالارقام ولازم تقعد تحلها بحيث تطلع لنا الازيموث مال اي بي. شنو اللي لازم نسويه؟ بعد نعبر للنقطة اللي بعدها. هسه اللي صار معلوم عندي هو الازيموث مال من؟ مال اي بي، صار عندي معلوم. راح استفاد من هذا الازيموث ومن الزوايا الموجودة واطلع الازيموث مال من؟ مال بي سي. بالمناسبة بس شغلة واحدة يعني احب اشير لها، انه الرسم من يجيك حتى لو انا ما ذاكر لك انه اتجاه الشمال بهالاتجاه، هذا هو اتجاه الشمال اللي موجود، فانت يعني اتجاه الورقه هو الى الشمال. يعني سواء سؤال سواء كويز سواء امتحان وحتى التقرير اللي راح تسلمه، من تسلمني اتجاه الورقه الى الشمال هذا. بس لوين راح نروح؟ هسه نراد نحسب اتجاه الضلع بي سي. اتجاه الضلع بي سي اذا تنتبهون انه البي سي صاير بالطرف، صاير كان صاير بالربع الثاني. احنا حكينا بديش المحاضرة قلنا انه هذا الربع الاول، هذا الربع الثاني، هذا الربع الثالث، وهذا الربع الرابع. السي بي هي صايرة بالربع الثاني، هذا النورث وهذا الساوث، هذا الايست وهذا الويست. البي اي معلومة، عفوا الاي بي معلومة، الاي بي معلومة لأن يعني حسبناها قبل شوية. فإذا أجي الـ AB وين صايرة؟ الـ AB AB صايرة من هنا لهنا. فالـ AB هي نفسها هذه الزاوية، هاي الزاوية تساوي لي هذه الزاوية اللي هي الأزيموث مال اي بي. بما انه هسه هذه عندي معلومة، شنو اللي استفاد بعد؟ شنو اللي موجود عندي بعد؟ اللي موجود عندي بعد الزاوية معلومة، زاوية بي هذه معلومة، واريد احسب اتجاه الضلع، اريد احسب اتجاه الضلع ازيموث بي سي. فاتجاه الضلع بي سي وينه اللي يعني اريد احسبه، يعني وين موجود بالرسم؟ اتجاه الضلع بي سي هو هذا الاتجاه منه، من النورث لحد الضلع، هذا ازيموث بي سي. اتجاه الضلع بي سي اجي ارسم واشوف شو راح اقدر احسبه، شنو المعطيات اللي عندي وشو راح اقدر احسبه. عندي هذه الزاويه معلومه، هذه اذا اطرح من عندها، اتجاه الضلع اللي هو الاي بي معلوم عندي اللي هو هذا،
زاوية معلومة قدمناها لهنا. أنا اللي مطلوب من عندي شنو؟ مطلوب من عندي الأزيموث مال بي سي اللي هو من نائل هنا. لازم أسوي عملية جمع وطرح مال زوايا بحيث أقدر أستخرج بيها اتجاه الضلع بي سي اللي هو هذا. فأنا عندي هسه هذه الزاوية معلومة من نائل هنا، وعدي يعني ذني مجموعهم اثنين كأنما 360 درجة، ذني زاويتين يعني اتجاه الضلع. هذا يصير من الساوث، عفوا هذا الحد الساوث، فأنا هسه أحتاج أحسب اتجاه الضلع الأزيموث مال من؟ مال بي سي حتى أحسبه. شنو المعاليم اللي عندي؟ المعلومات اللي عندي الزاوية سي بي أي، لا عفوا أي بي سي وليس سي بي أي، أي بي سي هي معلومة، هاي الزاوية. وعندي اتجاه الضلع، عندي الأزيموث مال أي بي، فش راح يصير عندي معلوم؟ إذا طرحت 360، عفوا إذا طرحت الأزيموث يعني هذا، هذا الأزيموث، أزيموث مال من هذا؟ هاي الزاوية اللي هي تعادل للأزيموث مال اي بي، إذا طرحتها من 360 ايش راح يبقى عندي؟ هذا الساوث. هذه إذا طرحتها من 360 راح تبقى عندي الزاوية منها حد لهنا. هسه اللي معلوم عندي هو الزاوية اي بي سي، ومعلوم عندي اتجاه الضلع اي بي، فمن اتجاه الضلع اي بي عفوا بي اي، البي اي شو يساوي لي؟ يساوي لي اتجاه الضلع بي اي ازيموث بي اي يساوي لنا ازيموث اي بي زائد 180 درجة حتى يكون منا لهنا، منا لهنا. هذا إذا طرحت من 360 درجة راح تبقى عندي الزاوية هذه. هاي الزاوية إذا طرحتها من الزاوية الكلية اللي هي هاي راح يبقى عندي هذا اللي هو اتجاه الضلع بي سي، فيصير الأزيموث بي سي شي يساوي لي؟ يساوي لي الزاوية على بي اللي هي اي بي سي، اي بي سي اطرح من عندها هذه اللي حسبتها واللي هي تساوي لي 360 درجة ناقصا أزيموث بي أي. صار اتجاه الضلع بي سي معلوم، وبنفس الوقت اتجاه الضلع سي بي معلوم. فننتقل على النقطة اللي بعدها، هسه شنو اللي معلوم عندي أصبح؟ أصبح معلوم عندي، أصبح معلوم عندي الأزيموث مال بي سي، أزيموث بي سي أصبح معلوم، وهاي زاوية معلومة.
موجودة فوق، فأحتاج أحسب اتجاه الضلع سي دي مثل ما تعلمنا. أول شيء أسويه علامة الزائد المنقطة حتى تعرف يا زاوية جاي تحسبها، هاي إيستنج هاي ويستنج هاي ساوث وهذه النورث. اتجاه الضلع بي سي معلوم، أقدر أحسب اتجاه الضلع سي بي. اتجاه الضلع سي بي شو يساوي لي؟ الأزيموث مال سي بي شو يساوي لي؟ يساوي لي الأزيموث مال بي سي زائد 180 درجة. يصير هذا أيضا معلوم عندي، اللي هو الأزيموث مال سي بي، واللي هو المفروض يصير قريب من 360 درجة. يعني 350 345 احتمال. اتجاه الضلع سي بي الزاوية اللي أنا أريد أحسبها هسه واللي هي تمثل لي اتجاه الضلع سي دي هي هاي الزاوية اللي أنا المطلوب من عندي هسه إنه أحسبها. شي يصير عندي؟ يصير عندي اتجاه الضلع سي دي شي يساوي لي؟ إذا طرحت، يعني أنا إذا طلعت هاي الزاوية الصغيرة، هاي منين تجيني؟ هاي تجيني من 360 ناقصاً الأزيموث هذا اللي حكينا عليه اللي قلنا قريب، هذا يساوي لي 360 ناقص هذا. إذا هاي الزاوية الصغيرة طرحتها من هاي الزاوية C، راح يبقى عندي بس هاي الزاوية اللي أنا أريد أحسبها واللي هي تمثل لي اتجاه الضلع سي دي. فراح يصير اتجاه الضلع سي دي شو يساوي لي؟ يساوي لي الزاوية سي ناقصا اتجاه الضلع سي ناقصا هاي الزاوية. هاي الزاوية شو تساوي لي؟ تساوي لي الزاوية الصغيرة اللي قلنا قبل شوية، هذه تساوي لي 360 ناقصا الأزيموث مال سي بي. هذا هو هاي الزاوية اللي أنا أريد أحسبها اللي هي تمثل لي الأزيموث مال اتجاه الضلع سي بي. هسه اجي النقطة دي، اول شيء قلنا نشتغل عليه هذه ايست ويست هذه ساوث هاي نورث. هاي الزاوية معلومة موجودة فوق. اتجاه الضلع سي دي الازيموث مال سي دي معلوم. اتجاه الضلع دي سي، اتجاه الضلع سي دي وين زاويته تصير؟ زاويته تصير هاي، يعني هاي الزاوية ساوي لي هاي الزاوية. فاتجاه الضلع هذا اللي موجود اتجاه الضلع دي سي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 180 درجة زائدا الازيموث مال سي دي، فيصير الدي سي معلوم. وبالرسم وينه اللي هو الدي سي؟ هاي الزاوية اللي هي تمثل لي اتجاه الضلع دي سي. هسه شنو المطلوب من عندي؟ مطلوب من عندي احسب اتجاه الضلع دي اي. حتى احسب اتجاه الضلع دي اي احتاج اجمع هذه الزاوية ويا هاي الزاوية، راح يطلع عندي شنو؟ تطلع عندي هاي الزاوية من هنا واللي هي اتجاه الضلع دي اي. اذا الازيموث مال دي اي شو يساوي لي؟
راح يساوي لي اتجاه الضلع دي سي، واجمع لها الزاوية دي. اتجاه الضلع الازيموث مال دي اي معلوم، شو احتاج اول شيء اسويه؟ علامة الزائد south east west north. اتجاه الضلع دي اي وين راح يصير؟ اتجاه الضلع دي اي، اتجاه الضلع دي اي احتاج احسب اتجاه الضلع اي دي اول مرة، فاتجاه الضلع دي اي هو يمثل لي منا لحد لهنا، هذه منا لحد لهنا هاي 180 درجة. وتبقى هذه اللي هي منا لهنا هي نفس الزاوية منا لهنا، فهذه شو تساوي لي؟ هاي تساوي لنا الازيموث مال اي دي، واللي هو يساوي لنا الازيموث مال دي اي مطروحا منه 180 درجة. فصار الازيموث مال اي دي معلوم عندي. حتى احسب الازيموث مال اي اي حتى اقفل، اتجاه الضلع اي اي واللي هو المطلوب احسبه اللي هو هذا، شو يساوي لي؟ هذا شو يساوي لي؟ هذا يساوي لي اتجاه الضلع هذا شو يساوي لي؟ يساوي لنا الازيموث هذا يساوي لنا الازيموث مال اي اي شو يساوي لي؟ يساوي لنا الازيموث مال اي دي زائدا الزاوية يا زاوية زاوية اي. الحد لهنا كمل السؤال في المثال السابق، اذا كان اتجاه الضلع اي يساوي هالقد وكان زاوية المقيسة، شنو اللي يضمن انه احنا ما غلطنا بوحدة من الخطوات السابقة؟ حتى نضمن انه احنا ما غلطنا بالخطوات السابقة بعد ما حسبنا اتجاه الضلع اي اي، اروح احسب اتجاه الضلع اي بي او اتجاه الضلع اي دبليو حتى اقفل عليه. اذا حسبت اتجاه الضلع اي دبليو او اي بي تحسب اتجاه الضلع جوا تكتب فور تشيك، طبعا اذا طلبتها من عندك بالسؤال وتحقق، فتحسب اتجاه الضلع اي بي اذا طلع هو نفسه اللي انت بادي من عنده ليش ساعة الحل مالتك صح وتقدر تطمئن. اذا طلع الاتجاه مال الضلع اي بي يختلف معناها انت عندك غلطة هنا او هنا او هنا او هنا او حتى هنا. يعني هذه هي طريقة انه انت تقدر تتأكد من هذا سؤالك صح لو غلط. طبعا هاي التفاصيل موجودة هنا، ممكن انه هي تطلع نفسها وممكن انه تكون مختلفة، بس المفروض يطلع الازيموث هو نفسه، لانه قبل شوية حكيت قلت يعني اكو عدة طرق، يعني مو هي مو اختراع، هي جمع وطرح زوايا من رسم معين، انت تحسبها منا انا احسبها منا فلان طالب يحسبها منا، المهم انه يطلع نفس الناتج. هذه هي نهاية المحاضرة العاشرة، ودمتم بود وعافية.